السلام عليكم أحبتي، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. فلنتعرف هذا الأسبوع على حرف الدال. أصغوا واستمعوا جيدا. سوف نستمع إلى قصة الحرف. جواد يدرس في مدرسة الأناقة. إنها مدرسة للصبيان، تقع في الحي الذي يسكن فيه. يتعلم فيها اللغات والحساب، كما يتعلم الموسيقى والأناشيد. يشارك جواد رفاقه في نشاطات الصف ويلعب معهم في أثناء الفرص. دعا جواد رفيقيه شادي ودرباس إلى داره، وطلب إلى شادي أن يحضر معه دفاً. وصل شادي ومعه الدف. دخل شادي دار جواد. كان درباس قد سبقه إلى دار جواد. سلم شادي على جواد ودرباس. طلب درباس إلى شادي أن يعيره الدف. قال له شادي بكل سرور، فأنت ماهر في الضرب على الدف. أخذ درباس الدف شادي، جلس على الأرض وحمل الدف بيد، وحضر يده الأخرى للنقر على الدف. ضرب درباس دف شادي دي د دي د دي د دي، فصفق شادي بيديه على وقع الدف وراح جواد يرقص. أحسنتم، شكرا لكم على أصدقائكم أصدقائي. والآن انظروا إلى الصورة الأولى وأجيبوا على الأسئلة التالية. ما اسم الولد في هذا الرسم؟ هل هو جواد أم شادي أم درباس؟ أحسنتم، إنه شادي. ماذا يحمل شادي في يده؟ انظروا ماذا يحمل؟ يحمل دفاً. أحسنتم. أين دخل شادي؟ إلى أين ذهب شادي أصدقائي؟ إلى بيت صديقه جواد. دخل شادي دار جواد. والآن أصدقائي انظروا إلى الصورة الثانية. من كان عند جواد عندما ذهب شادي؟ كان صديقه درباس. أحسنتم، فإذن اجتمع ثلاثة أصدقاء في بيت واحد. ماذا أخذ درباس في يده؟ أخذ دفاً. أحسنتم. ماذا فعل شادي بالدف؟ ماذا فعل درباس بدف شادي أصدقائي؟ أخذ يضرب عليه. ضرب درباس دف شادي. والآن أصدقائي انظروا إلى هذه الجملة، سوف نقرأها مع بعضنا البعض ونستكشف حرف الدال فيها. ضرب درباس دف شادي. سوف نعيدها. ضرب درباس دف شادي. أحسنتم يا شطاري، شكرا لكم. شكرا لكم على حسن استماعكم أصدقائي. بارك الله فيكم، أراكم في يوم لاحق.